واللعيبه اللي لعبوا شريف اكرامي وعلي لطفي ومعاهم اللعيبه اللي كابتن حسام البدري ممكن يدفع بيهم في لقاء الغد. طبعا حقه كابتن حسام ممكن يعمل اي حاجه، لكن هو طبعا حاطط في الاول وفي الاخر ان هو عايز يكمل علشان يكسر الرقم القياسي ليه هو كابتن حسام بدري او النادي الاهلي اللي هو عدد مرات الفوز في الدوري العام، ان شاء الله يكملها على خير. الشناوي احمد فتحي في نجوم كتير مش هنشوفها بكره، وده حاجه ظاهره جميله جدا في مباريات مهمه هندخل الزمالك فيها، هندخله ان هو نادي في منافسه بين الاهلي والزمالك، بتبقى بطوله بس بطوله ملهاش حاجه، يعني بطوله كده يعني معنويه اكتر للجماهير قبل اللعيبه كمان. فهنقول ان هي مباراه مهمه، لسه مباراه كاس ومباراه افريقيا في حمل كبير جدا جاي على لعيبه النادي الاهلي، عشان كده كابتن حسام بيعمل روتيشن او بيعمل تدوير في الفرقه ويريح اللعيبه المجهده. محمد نجيب عنده اجهاد عام، الشناوي مريحه الكابتن حسام بدري. كابتن حسام بدري طلع يتكلم على كل هؤلاء اللاعبين وقال ان في مش عايزين نقول بقى في الفتره الجايه في لعيبه ولعيبه قاعده ولعيبه ماشيه، لسه بدري جدا جدا على هذا الكلام، لكن كل التوفيق للعيبه النادي الاهلي في مباراه الغد ومباراه كاس مصر ومباراه البطوله الافريقيه اللي هي اهم حاجه لجماهير النادي الاهلي اللي هي بتوديهم لكاس العالم للانديه. وانا قلت لكم قبل كده ان ده الترمومتر الحقيقي اللي بيقيس بيه الجماهير لعيبه النادي الاهلي. قلنا الكابتن خلاص حسام بدري عمل محاضرة فنية تمام. محارب اسلام محارب النجم الكبير، مهما اتكلمت على اسلام محارب كل الجماهير دلوقتي عارفين قيمة اسلام محارب، لعيب ملتزم، لعيب مؤدب، لعيب هادي، لعيب بينزل، لعيب بيبدأ، عارفين قيمته. حط جول اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي من احلى الاجوان في الدوري العام، في الدوري العام هذا العام، يعني جون جميل قوي 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 في كل حاجة في الكورة بصراحة. الجون يعني من اول ما في الاسف في كاس مصر، من اول ما عمل دبل باس مع جونيور اجاييه وجونيور اجاييه عملها تاني وحطها في الزاويه البعيده على الجول، يعني بصراحه جول مميز جدا وجون حلو قوي وجون ليه طعم. الجماهير طبعا بتتذوق هذه الاهداف، فمهما اتكلم عليه بصراحه مش هديله حقه. اتمنى ان هو يكون اضافه قويه لمنتخب مصر قبل النادي الاهلي كمان. ان شاء الله اسلام محارب موجود في لقاء الغد، تدريبات تأهيلية للنجم حسام عاشور تجنبا للإرهاق. عايزين نشيد برضو بدور أنيس الشعلالي اللي عامل كل حاجة بصراحة، يعني عامل كل حاجة تتخيلوها مع اللعيبة البعيدة، تحس أنها داخلة بتلعب مباريات عادي مفيش مشكلة، اللعيب اللي قاعد جاي من إصابة تحس أنه مفيش مشكلة أنه داخل. الموضوع على فكرة صعب جدا مش سهل، محدش يستهون باللي بيعمله أنيس الشعلالي، حاجة جميلة جدا. فأتمنى له التوفيق في اللي جاي بإذن الله. ايضا اتكلمنا عن نجيب وقلنا ان نجيب عنده اجهاد عام، عشان كده الكابتن حسام بدري فضل ان هو يريحه من المباريات. نروح لخبر افريقي، الكاف يخطر الاهلي مبدئيا بموعد مبارياته مع الترجي وكمبالا سيتي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي قال ان الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف اخطر الاهلي بموعد مبدئي لمبارياته امام الترجي وكمبالا سيتي في الجولتين الاولى والثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، على أن يتم تأكيد الموعدين خلال أسبوع من الآن. النادي الأهلي هيأكد الموعدين إن شاء الله خلال أسبوع من تاريخ إبلاغ الكاف للنادي الأهلي. أضاف أن الكاف حدد يوم 4 مايو المقبل بإذن الله لمواجهة الأهلي مع الترجي بالقاهرة، ويوم 15 مايو إن شاء الله مع كمبالا في ذات الجولة الثانية. أوضح عبد الحفيظ أن الكاف أخطر أيضا جميع الأندية التي وصلت إلى دور المجموعات بالأيام المتاحة لإقامة المباريات، وهي الجمعة والسبت والثلاث والأربع، واستبعد يوم الحد على أن تقام جميع المباريات إما في الساعة الثالثة أو السادسة أو التاسعة بتوقيت الدول التي تستضيف المباريات. وكانت كرة دورة المجموعات طبعا كلكم عارفين أن الأهلي وقع مع الترجي وتاون شيب وكمبالا سيتي. دي كانت أهم أخبارنا قبل ما نروح لضيوفنا الكرام. كمان في خبر بيقول إن الأهلي جدد لندفد النجم كريم ندفد 5 أعوام، حلو قوي إن احنا نحافظ على نجومنا الصغيرين ونديهم الثقة كمان 5 سنين. ندفد كل التوفيق لكريم ندفد مع النادي الأهلي، وكل التوفيق لكل لعيبة النادي الأهلي. نطلع فاصل علشان نستقبل نجومنا الكبار، نجوم النادي الاهلي ونجوم منتخب مصر الكابتن كبير ماهر همام وكابتن رضا شحاته، الحديث عن مباراه الاهلي ودجله. استنوا.